Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد، ودرس اليوم هيكون معنا أكثر من 50 صفة في اللغة الإنجليزية. إذا ما سألني أحدهم ما هي أهمية كلمات اللغة الإنجليزية، جميعنا نعرف أن أهمية كلمات اللغة الإنجليزية هي الطاقة أو البنزين أو الوقود التي يجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية. بدون كلمات إذا سمعت لن تفهم، إذا قرأت لن تفهم، إذا تريد أن تتحدث لا يوجد لديك كلمات، محصور كلمات، وبالتالي إذا سألك أحد أو تحدث معك أحد أي سؤال لا يوجد لديك كلمات، لن تعرف ماذا يقول. ولكن الكلمات في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى noun أسماء، verb أفعال، adjective صفة، ويوجد لدينا أيضا adverb ظرف. ولكن التركيز الأكثر إذا ما سألتني ما هو رأيك، يعني إيش أكثر شيء أركز عليه، حقيقة نصيحتي أكثر شيء تركز عليه هي الصفات. لماذا؟ الأسماء بسيطة، يعني عادة ما نجد ممكن واحد يعني مع الحياة مع الاستمرارية في تعلم اللغة الإنجليزية يجد كثير من الأسماء فيكون عملية بسيطة. الأفعال أيضا موجودة وتستخدم، ولكن لها شكل مضارع وماضي ومضارع مستمر. لكن الصفات إذا أردت أن تتحدث اللغة الإنجليزية ستجد الكثير من الطلاب سيجدوا أنه من الصعب أنك أنت إذا أردت أن تصف شيء، يعني مثلا أنت دخلت إلى غرفة معتمة لا تستطيع أن تصف كلمة معتمة بالشرح، يعني باختصار أنا أريد أن أختصر عليك الشرح، أنت إذا لا تعرف معنى صفة ستضطر إلى أن تشرحها، مزيد من الشرح يعني مزيد من الكلمات، إذا أنت لا يوجد لديك أصلا كلمات فالعملية هتكون سيئة جدا. لا أريد أن أطيل الفيديو، معنا 50 صفة، هذه الصفات يعني تختصر عليك الشرح الطويل. وهذه الطريقة اللي أنا اليوم هشرح لكم بها هي عملية الصفة وعكسها، الصفة وعكسها، يعني the adjective and the opposite. طريقة حفظ الصفات بهذه الطريقة تجعل الذاكرة تستذكر، يعني ذاكرتك تستذكر الكلمات بشكل أسهل، يعني عكس ما كنت تأخذ مثلا كلمة كلمتين ثلاث أربع خمس بات. لكن العقل عندما يتعود أو الذاكرة عندما تتعود أن تأخذ الصفة وعكسها يعني بتستذكر الكلمة بسهولة. يعني مثلا كثير ما بنسمع كلمة tall طويل، شورت قصير، فلذلك انت لو اردت انك تقول مثلا محمود محمود he is tall، لكن اخوه مباشرة كلمة tall تأتي عكسها short، يعني العملية انك تاخذ الصفة وعكسها تسهل عليك حفظ الكلمات. طيب tall short طويل قصير، حاول تكرر معي بالنطق لانه ايضا تدربك على النطق يجعل الذاكرة ترسخ الكلمة في عقلك. small small صغير، big big كبير، وعندنا ايضا large، يعني عندنا big وعندنا large، يعني large ايضا تعني كبير. طبعا انا ساقسم السبورة بهذا الشكل حتى تتضح الصورة تكون يعني واضحة، هي عبارة عن صفة وعكسها صفة وعكسها صفة وعكسها. happy happy مع خروج الهواء من الفم، happy وليست happy، happy واحد يقول أنا مش شايف فرق، ركز معي، happy 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 وليست happy، happy غير happy، happy happy سعيد، sad sad حزين، happy sad نعيد، tall طويل، short قصير، small صغير، big كبير، large أيضا كبير واسع، happy happy سعيد فرحان، sad sad حزين، rich rich غني، نعم تين تاء مع شين في الأخير، rich poor فقير، poor poor far far بعيد، القريب عكسها close close close، نعم close كفعل، يعني هذه في كلمات تكون فعل وتكون صفة، هذه من الكلمات اللي كفعل يغلق open close يفتح يغلق، لكن أيضا close تأتي بمعنى قريب.
easy سهل, easy difficult difficult صعب, easy difficult good good جيد bad bad. وهنا ملاحظة مهمة جدا, إذا ما أردت إنه تقول لأحدهم إنه good تعني جيد, لا يجب عليك أن تحفظها جيد فقط وباد سيء فقط ومثلا easy سهل فقط وdifficult صعب فقط, لا, يعني الgood هي صفة جميلة, ممكن تكون طيب جيد شيء جميل شيء رائع, يعني ليست فقط كلمة جيد. وكذلك bad ليس فقط معناتها سيء, سيء غير مرغوب فيه, زفت البعيد عنكم, شيء غير مر, يعني تجد أكثر من صفة تحول. easy سهل, سهل سهل المنال, بسيط, يعني مش فقط كلمة سهل وخلاص, وعدة أشياء تمشي على بقية الصفات. single, single لها معنيين, مفرد وأيضا أعزب, single مفرد وأعزب. عكسها married, married متزوج, married. fat سمين, fat ونقول أيضا heavy. thin thin نحيف. cheap cheap اللي هو رخيص. expensive غالي, الذي يقول كلمة طويلة. x اقسمها x, أيوة pen, أيوة save, اجمعها x pen save, x x pen save. expensive cheap cheap رخيص. expensive غالي. عندنا أيضا dangerous, dangerous خطير, dangerous. عكسها safe آمن, يعني ما في أي خطر. safe. quiet quiet هادئ, quiet. noisy مزعج, noisy noisy. شجاع, brave brave brave. جبان, coward coward coward. deep عميق, deep deep. shallow سطحي, shallow عكس العميق, يعني على السطح, سطحي. shallow shallow. strong قوي, strong. weak weak ضعيف, نفس كلمة weak أسبوع, نعم الأسبوع دبل إي لكن هذه دي إي إيه. weak ضعيف. healthy صحي, صحيح. healthy ذو صحة. sick مريض. healthy sick, healthy sick. healthy يعني صحيح وصحته تمام, وسيك مريض. low منخفض, low أسفل, low. high الجي اتش لا ينطق, high high مرتفع. early early مبكر, early عكسها late متأخر. early late early late. عندنا اللي طعمه جميل نقول عليه sweet sweet sweet. أما هذه bitter bitter. واحد يقول نفس كلمة bitter أفضل, لا bitter اللي أفضل تأتي بالإي, هذه بيتر, لكن هذه bitter bitter يعني مكسور أكثر. bitter sweet bitter مر, طعمه مر. young young شباب وصغير في السن. young old, وold تعني كبير في السن وتعني قديم. young old young old. young صغير في السن كما قلنا, old اللي هو كبير في السن وقديم. tidy tidy مرتب ومنظم, غرفتك tidy مرتبة منظمة. tidy tidy. لكن هذه messy messy فوضوي, يعني الغرفة فوضوية كل شيء فيها غير مرتب, عكس tidy. messy tidy tidy messy. البخيل stingy
استنجي استنجي. وعكسها generous generous كريم generous. bright bright لامع ومشع. dull معتم dull معتم. bright الجي اتش لا ينطق. dull talkative ترثار talkative talkative. taciturn taciturn قليل الكلام يعني عكس التاكتيف اللي هو الثرثار. تستر تستر اللي هو قليل الكلام. كلين نظيف كلين. ديرتي ديري احيانا ينطقها ديري يعني تي خفيف جدا بدل ديرتي ديري ينطقها بهذه يعني لهجات هي ممكن تكون ديرتي ممكن تكون ديري. لايت لايت الضوء ومضيء. لايت جي اتش لا ينطق. وأيضا تأتي اللايت بمعنى خفيف. اللايت لها معنيين ضوء بس احنا ندرسها هنا كأدجكتيفز كصفات فكصفة اللايت تعني خفيف. It's light شيء خفيف. heavy heavy ثقيل. وheavy أيضا ذكرت لكم إياه هنا أن تأتي أيضا نفس كلمة فات سمين. light heavy light heavy. ومن أشهر كلمات اللغة الإنجليزية والصفات beautiful beautiful جميل ورائع. beautiful أو المرأة هذه جميلة أو المدينة جميلة. عكسها ugly ugly. أنا هعطيك فرصة تقرأ الكلمات عشان تتدرب عليها تمام وبالتالي نزيد من فرصة حفظها. الطويل ها tall. أنا بعطيك فرصة ثانية ما فيش وقت. short small big. حاول تقرأها قبلي وقارن نطقك بنطقي. large happy sad rich poor far close easy difficult good bad single married fat thin cheap expensive dangerous safe quiet noisy brave coward deep shallow strong weak healthy sick low high early late sweet bitter young old tidy messy stingy generous bright dull talkative taciturn clean dirty light heavy beautiful
ugly. أتمنى أن يكون هذه الصفات واضحة بالنسبة لك، وأنصحك أنك تستخدمها. هذه أهم الصفات في اللغة الإنجليزية. يعني أنت عندما تتحدث اللغة الإنجليزية لا غنى لك عن هذه الكلمات. اللي يهم أنك تشارك الفيديو مع غيرك، اللي يهم أنك تستخدم هذه الكلمات، اللي يهم أنك تعيد الفيديو وتحاول تقارن ما بين نطقي ونطقك. هذا هو اللي يجعل الفيديو مفيد بالنسبة لك أكثر. شكرا جزيلا لكم، مع سلامة الله. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد، ودرس اليوم معنا أكثر من 50 فعل، 50 verbs. معنا 50 فعل. طريقة درس هذه الأفعال ستكون بطريقة جيدة، بحيث أنه الطالب يقول أنه ينسى الكلمة عندما يحفظها ينساها. هذه الطريقة يعني أنا سبق أن جربتها في فيديو سابق وكان لها يعني نتيجة جميلة. هو أنه ندرس الفعل وعكسه، الاسم وعكسه، الصفة وعكسه، بحيث عندما يتذكر الإنسان الكلمة يستطيع أنه يستحضر الكلمة وعكسها بسهولة. وهذه طريقة مجربة. يعني مثلا عندنا كلمة move. move يتحرك. stop. stop يتوقف. فأنت عندما تتذكر هذه الكلمة مثلا ممكن تقول لأحدهم stop. stop توقف. وممكن أن تتذكر العكس منها، move. move. move يعني تحرك، انتقل. عندنا أيضا كلمة live. live يعيش. live عكسها مباشرة هو يموت. die. 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 إذا live يعيش و die يموت. teach. teach يدرس. teach. فأنا I teach، أنا أدرس. أما أنت you، أنت كطالب you learn، أنت تتعلم. learn. learn. وهذا كثير من الطلاب يخبطوا فيها. يعني teach يدرس، learn يتعلم. laugh. laugh يضحك. laugh. laugh عكسها يبكي cry. 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 إذا move ينتقل، stop يتوقف، live يعيش، die يموت، teach يدرس، learn يتعلم، love يضحك عكسها cry يبكي. import. import يستورد. export يصدر. import. 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 export. export يصدر. export. عندنا ايضا يدخل enter. enter. وعندنا في جميع لوحات البورد اللي في الجوال او في اللابتوب enter دخول يعني. exit خروج. exit خروج. تجده حتى في الشاشات exit يعني بتخرج. arrive يصل. arrive. arrive يصل. leave يغادر. leave يغادر. leave. drop يرمي. drop. drop. pick يلتقط. pick يلتقط. push يدفع. تجده في معظم المحلات عندهم يعني إذا الباب يندفع للأمام فيقول لك push ادفع، مش تدفع فلوس، لا بوش ادفع يعني جسديا ادفع للأمام. أما إذا أنت حاب تخرج من المحل فهو يكتب لك pull اسحب. اسحب طبعا البعض يستغرب يقول لك يعني ليش طيب يعني ما يخلي الموضوع مفتوح؟ لا، لأنه لو أنت تركت الباب إنه ينفتح للخارج ممكن يكون واحد معدي فتعمل حادث. بوش يدفع. pull يسحب. spend. spend هذه الكلمة لها معنيين، ينفق المال ويقضي الوقت، يعني لها معنيين، إما إنفاق المال أو قضاء الوقت. هناك إنفاق المال spend save يوفر. spend save يوفر المال. exercise. exercise
سايز الذي يقول كلمة نطقها صعب اقسمها كلمتين اكسر سايز اكسر سايز يتمرن ريست يرتاح ريست اكسر سايز ريست punish يعاقب punish punish reward يكافئ عكس يعاقب يكافئ reward reward borrow يستعير borrow يستعير lend يعير كان اي borrow ممكن استعير تمام اما lend انت بتعير lose يعني يخسر win يفوز lose when increase هذه إذا مش واضحة هو C increase يعني يزيد زيادة decrease وهناك أيضا reduce يعني يقلل هذه يزيد وهذه decrease ينقص forget ينسى forget remember يتذكر attack يهجم defend يدافع attack يهجم defend يدافع إذن push يدفع pull يسحب spend يقضي أو ينفق المال save يوفر المال exercise يتدرب يتمرن rest يرتاح punish يعاقب reward يكافئ borrow يستعير lend يعير lose يخسر win يفوز increase زيادة يزيد decrease ينقص forget ينسى remember يتذكر attack يهجم defend يدافع marry يتزوج divorce يطلق shout يصرخ whisper يهمس sit يجلس stand يقف sit يجلس stand يقف deny ينكر deny admit يعترف refuse يرفض agree يوافق refuse agree fix يصلح fix break يكسر fix break الله يسمح يسمح بشيء يعني أنا أسمح لك forbid يمنع الله يسمح forbid يمنع get in يدخل get out بيخرج get on يصعد باص أو يصعد شيء get off ينزل من على كما تلاحظ الصبور أمامكم يعني واضحة كاملة هذه أكثر من 50 فعل هذه الأفعال حاول أنك أنت تستخدمها الذي يقول أنا الكلمات أحفظها وأنساها عندك أكثر من طريقة أنه أنا حفظتك إياه عن طريق أنك الكلمة وعكسها the word and the opposite والنقطة الثانية أنك أنت تستخدم هذه الكلمات لن تنساها يعني ممكن تقول I move أو I will move سوف أنتقل to Florida I can't stop لا أستطيع أن أتوقف I live in New York He died هو مات أو he will die هو سوف يموت I teach أنا أدرس I learn أنا أتعلم كلها تضع لها I يعني كل هؤلاء I laugh أنا أضحك I أنا cry أبكي I import أنا أستورد I export أنا أصدر I enter أنا أدخل I exit أنا أخرج I arrive أنا أصل I leave أنا أغادر I drop أنا أرمي I pick أنا ألتقط I push أنا أدفع I pull أنا أسحب I spend أنا أنفق I save أنا أوفر I exercise هتقول بهداوة يا أستاذ مراد إيش حصل لك لا بس بحمسك يعني نهدي شوية
I exercise أتمرن. I rest أرتاح. I punish أعاقب. I reward أكافئ. I borrow أنا أستعير. I lend أعير. I lose أخسر. I win أفوز. I increase أنا أزيد. I decrease أنا أنقص أقلل. I forget أنا أنسى. I remember أنا أتذكر. I attack أنا أهاجم. I defend أنا أدافع. I marry أنا أتزوج. I divorce أنا أطلق. I shout أنا أصرخ. I whisper أنا أهمس. I sit أنا أجلس. I stand أنا أقف. I deny أنا أنكر. I admit أنا أعترف. I refuse أنا أرفض. I agree أنا أوافق. I fix أنا أصلح. I break أنا أكسر أكسر أي حاجة. I allow أنا أسمح. I forbid أنا أمنع. I get in أنا أدخل. I get out أنا أخرج. I get on bus مثلا أنا أصعد الباص. I get off the bus أنزل من على الباص. ركز كما أخبرتك إنك تستطيع إنك تستخدم هذه الجمل بكل سهولة. مش أنا استخدمتها مع I، أنت تستطيع أن تغير الـ I إلى he و she و it و you و they و we، وتأمل لك مئات الجمل. أتمنى تكون فهمت السر واستفدت منه. المهم إنك تشارك الفيديو مع غيرك استفيد. حاب الفيديو هذا يوصل إلى 5000 لايك، ممكن ولا مش ممكن؟ اضغطوا لايك، شاركوا الفيديو. اللي بيقول أنا مش عارف إيش جازيك يا أستاذ مراد، لا تجازيني إلا يعني إنك تتعلم وتستفيد، هذا أهم شيء عندي. وإذا حبيت تضغط لايك يا سيدي اضغط، مش حاب حاب تشاركوا شاركوا، مش حاب حاب تدخل تشكرات شكرات، مش حاب اللي 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 يريحكم. شكرا جزيلا لكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع سلامة الله. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد، ودرس اليوم هو عبارة عن 50 كلمة في اللغة الإنجليزية في أقصر وقت ممكن. سوف نحصل على كلمات جديدة ورائعة عن طريق أسلوب جديد. هذا الطريق أو هذه الطريقة جربتها أنا مع كثير من الطلاب، وكانت لها يعني نتيجة رائعة إنها تساعد الطالب على حفظ الكلمات، لأن الكثير كما تعلمون يعاني من نسيان بعض الكلمات، أو عندما يحفظ ينسى يحفظ ينسى. لكن الطريقة اليوم طريقة رائعة جدا. الطريقة اليوم أخذنا 50 كلمة عن طريق إنك تأخذ الكلمة وعكسها، يعني the word and the opposite. The word الكلمة، opposite العكس. عادة الإنسان عندما يتذكر كلمة عندما يتذكر عكسها يساعد هذه الذاكرة في أن يتذكر الكلمات التي نساها. يعني ممكن تكون أنت مثلا تعرف كلمة مثلا wife زوجة، لكن لا تعرف كلمة husband الزوج. فلذلك عندما العقل يكون متعود أنه husband زوج wife زوجة، فعندما واحد يذكر لك وايف زوجة مباشرة تتذكر الهزبند، أو إذا ذكر لك الهزبند تتذكر وايف. خلونا نجرب اليوم وهتشوف الكلام اللي أخبرتك إياه، إنه هتكون عملية الحفظ اليوم أسهل بكثير. معنا اليوم 50 كلمة إنجليزية، ولكن هذه الخمسين كلمة هي عبارة عن ناون. ناون يعني اسم، لا ليست فعل وليست صفة. سنجعل لها يعني الفيديوهات أخرى. طبعاً سأقوم بتقسيم الصبورة أمامكم، يعني هذا سيكون جزء، هذه مجموعة من الكلمات، وأيضا هذه مجموعة من الكلمات. المهم أنك أنت تحاول تركز معي في النطق وفي معنى الكلمة. نبدأ بكلمة man. man man وتعني رجل، والامرأة عكسها يعني عكس الرجل woman. woman woman. الأب father father father. الأم mother mother mother. الجد grandfather grandfather grandfather. الجدة grand mother
grandmother. Grandmother. كما لاحظتوا أنا أنطق كل كلمة ثلاث مرات حتى أعطيك فرصة إنك أنت تتدرب عليها. الزوج كما قلنا husband. 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 Wife. الزوجة. Wife. Wife. الأخ. Brother. 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 الأخت. Sister. 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 كلمة brother وsister تلاحظوا الآر مخفف، يعني لا تقول brother sister، لا brother ذر 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 وليس در ذر. brother sister ter. طيب الولد boy boy boy. البنت girl girl girl. ليست girl، لا girl. تلاحظ انه انا في ضمه والار مخفف girl. هو معروفه he فعكسها طبعا she. he هو للذكر، هو للذكر، وshe هي للمؤنث. morning الصباح. morning الصباح. morning المساء عكسها evening. evening evening. الباء المشتري وعكسها البائع buyer. buyer أصلها buy وأضيفت لها الإي آر، فالباي يشتري والإي آر عندما تضاف للفعل يصبح اسم، يعني يصبح مشتري buyer. وأصل هذه sell يبيع وأضيفت لها إي آر أصبحت بائع seller. seller seller. الأطفال children. children children. الآباء اللي هو الأب والأم نسميهم الوالدين parents. parents parents. الصحة عكسها المرض، فالصحة هي health. health health. والمرض disease. disease disease. اليوم او ال day. day day. والليلة night. night الجي اتش لا ينطق طبعا night. night. الدكتور عكسه المريض doctor. ليس الدكتور doctor. doctor doctor. هنا المريض ينطق patient. نعم هنا شين patient. نعم patient patient. doctor patient. الصديق عكسها العدو friend. لا تقول friend، لا friend. friend ليست friend. friend صديق. enemy. enemy العدو. enemy. شروق الشمس عكسها غروب الشمس، فشروق الشمس sunrise. sunrise sunrise sunrise. الغروب sunset. sunset sunset sunset. السؤال عكسها الإجابة question. question الأربع الحروف هذه كلها تنطق شن. question الإجابة answer. answer نعم الدبليو لا ينطق هنا، ليست answer، لا answer. question answer. question answer. comedy الكوميدي الأفلام، الشيء اللي هو كوميدي عكسه tragedy اللي هي الحزن والنكد. comedy
كوميدي ليست كوميدي. كوميدي بالعربي، بالانجليزي افتح الاو كا كا كوميدي وليست كوميدي. كوميدي تراجيدي تراجيدي تراجيدي. طيب اخر شيء عندنا ايرث الارض، ايرث ايرث وعكسها السماء سكاي سكاي سكاي. الوادي فالي فالي فالي. والجبل ماونتن 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 ماونتن. الشمس سن سن سن. والقمر مون مون مون. الذكر ميل ميل ميل. الأنثى فيميل فيميل ميل فيميل ميل فيميل. student الطالب student الطالب عكسها teacher المدرس teacher student teacher. المستقبل future future. نعم هنا تاء مع شين future future المستقبل عكسها past الماضي past past. north الشمال north التي اتش ينطق ثاء north. عكسها الجنوب south south south. وعندنا west west غرب وعكسها east east east. طبعا هذه 50 كلمة. شوف ركز معي انك انت تذكرت مثلا الشمال عرفت الجنوب، الشرق تذكر الغرب، تلاحظ انه كلمات حتى متقاربة. فهذه الطريقة هتكون لها دور كبير جدا في انك يعني تحفظ الكلمات الانجليزية وتسهل عليك عملية تذكرها. اتمنى يكون الفيديو فادكم، وترقبوا ان شاء الله فيديوهات تكون ايضا عن الصفة وعكسها وكذلك افعال وعكسها. طبعا انا انزلت فيديوهات على هذا الموضوع، لكن هتكون هذه بمثابة جزء اخر، يعني كلمات قدر الامكان تكون جديدة كما حصل معنا اليوم. Thank you very much. شارك الفيديو مع غيرك ولا تنسى الاشتراك في القناة، واتمنى لكم حظا موفقا. Good luck. مع سلامة الله.